غنيتي أغنية ووجهتيها لشخص بعينه. هو حصل ولا ما حصل؟ بس مش هسأل مين، مش هسأل مين، هو اللي هقول. فكرك هقول. طيب، طب هي أغنية ولا أكتر؟ غرامك مزيف ضميرك عدم، هويتك عشقتك كرهتك نعم، كرهتك لأنك مجرد وكان مسرحية، وغرامك مزيف ضميرك عدم، هويتك عشقتك كرهتك نعم، كرهتك مجرد قناع، بطل هالقلب يا كتبة يا انت بهيئة ملاك، سنين وليالي حياتي فداك، انا اكتب بدمعي حكاية هواك وانت بتمحي بجرة ألم، يا كتبة يا انت بهيئة ملاك، سنين وليالي انا اكتب بدمعي حكاية هواك وانت بتمحي بجرة ألم، غرامك مزيف ضميرك عدم، هويتك كرهتك نعم، كرهتك مجرد قناع مسرحية، طل هذه زي ما انتي بتقولي وعرة. لا انا اللي مهتمة بيه مش انه انتي غنيتي اغنية شخص بعينه، انا اللي مهتمة بيه انه واضح ان انتي لسه موجوعة. هو الوجع بيروح ما بيروحش، بتيجي صور بقى واحنا بنغني بايه بيرجع الوجع تعيش يعني. نعمة نعم الله يعني سبحانه بتوجع تاني وتالت ورابع. طب أغنية لما يجيبوا سيرتك دي كانت موجهة لحد ولا لا؟ لا لا بس لا. دي من أجمل الأغاني اللي ما حصلش. طب غنيها لنا برضو، دي أغنية جميلة ورايقة. طب ممكن أتغزل في الأغنية دي شوية؟ ممكن أتغزل في الأغنية دي شوية، مش بس لأنها أغنية رايقة أو طربية، إنما لأنه المعنى بتاعها قد إيه رقيق وجميل وقد إيه ممكن يعبر عن بنات كتير أو ولاد كتير في أعمار مختلفة، لما يكونوا معجبين بحد ولسه مش قايلين وتيجي سيرته في القعدة وقلبهم يدق ويحسوا إنه هم مفضوحين. لما يجيبوا سيرته يا حلو الكلام، اتنهد في سري واهديك السلام، لما يجيبوا سيرتك يا حلو الكلام، اتنهد في سري واهديك السلام، تصحى ذكريات ودريها اوان، ليبان المخبي هيام، لما يجيبوا سيرتك يا حلو الكلام، واهديك السلام، لما يجيبوا سيرتك يا حلو الكلام، اتنهد في سري واهديك السلام، تصحى ذكريات ودريها أوان، ليبان المخبي في قلبي من وجده هيام، لا 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 لا
حبيبي لما بيقولوه اسمك يا حبيبي بسمعه طريقتي غير ما بيسمعوه اسمك يا حبيبي اسمك يا حبيبي لما بيقولوه اسمك يا حبيبي بسمعه طريقتي غير ما بيسمعوه اسمك يا حبيبي بس عاد جوه قلبي كل ما رددوه كل ما رددوه وانا بعمل اني بسمع من غير اهتمام لما يجيبوا سيرها يحلو الجلال كلام اهدي سيري اهديك السلام لما يجيبوا سيرها يحلو للفرقة العظيمة بجد شكرا مرسيين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.